الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى المجتبى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، بإذن الله عز وجل اليوم بدنا ناخد الهايبوكسيا أند إسكيميا ATP production and function. بيقول لي نقصان الأكسجين يؤدي إلى failure failure of many energy dependent metabolism pathway. يعني الباثوي اللي بيعتمد على الانرجي راح يصير له ايش؟ failure. طيب اذا الباثوي اللي بيعتمد على الانرجي راح يصير له failure متى؟ لما نقصان الأكسجين. ما هو يا اخوانا نقصان الأكسجين راح يؤدي إلى نقصان الـ ATP. فالأشياء اللي بتعتمد على الطاقة أو اللي بتعتمد على الـ ATP راح تخرب أو راح يكون فيها failure. Ultimate to death of the cell by necrosis. إذن هذا يعني ultimate إنه موت الخلايا بواسطة النكروسيز. وبالتالي إيش بيقول لي هان؟ نقصان الأكسجين طبعا راح يؤدي طب خلينا نشوف الجملة الثانية. In the presence of oxygen. في وجود الأكسجين راح اقدر اصنع ATP. راح اقدر اصنع ATP من وين؟ من ادينوسين داي فوسفيت. من الادينوسين داي فوسفيت بواسطة الاكسيداتيف فوسفوريليشن. During reduction of oxygen in electron transport system of the mitochondria. انتوا عارفين يا اخواننا كيف بتصنع الATP. انا عندي ADP بتتحول الى ATP عن طريق طاقة الإلكترونات وعن طريق اختزال الأكسجين. فبتحول من الـ O2 إلى H2O. إلى إيش؟ H2O. يعني يختزل الأكسجين. إذن في حالة وجود الأكسجين أنا بقدر أصنع ATP من الـ ADP بعملية الأكسيداتيف فوسفوريليشن في حال وجود الأكسجين. أما في حال عدم وجود الأكسجين، يعني في الهايبوكسيا أو في الإسكيميا، لما يكون الأكسجين مش موجود أو لما يكون الأكسجين قليل، أنا مش راح أقدر أصنع الـ ATP من الأكسيداتيف فوسفوريليشن. ها بس بقدر أصنع الـ ATP من الجلايكوليتيك باتوي، أي من التحلل الجلايكولي. أنتوا عارفين أنا الجلوكوز بكسره إلى بايروفيت، إلى 2 بايروفيت وكذا. فهذا التحلل الجلايكولي بحصل على 2 ATP. ها ثم البايروفيت بدخل للميتوكندريا وبعديها بفقد CO2، بعديها بتحول الى مرافق الانزيم الف او الاسيتيل كو اي وهكذا. فاول خطوة من كسر الجلوكوز هو التحلل الجلايكولي. التحلل الجلايكولي زي ما انتم عارفين يحدث في السيتوسول. التحلل الجلايكولي لا يحتاج الى اكسجين. التحلل الجلايكولي بيعطيني 2 ATP. فتخيل انا الجلوكوز الاصل يعطيني 38 ATP. هذا متى؟ في حال وجود الاكسجين. اذا تم كسر الجلوكوز راح يعطيني 38 ATP. اما في حال عدم وجود الاكسجين راح يعطيني فقط 2 ATP. تخيلوا الفرق الهائل بين 38 و 2 ATP. لاحظوا ال 2 ATP قليله جدا جدا جدا، وبالتالي راح يكون عندي ديفيشينسي في الـ ATP. راح يكون عندي deficiency في الـ ATP. طيب الـ ATP وين مهمة؟ حتقولوا لي في صناعة البروتين. ما هو في صناعة البروتينات مثلا زي في مرحلة الترانسليشن، كل مرة كل ما بده يتحرك الرايبوزوم بده طاقة وكذا، صح؟ في مرحلة الترانسليشن. طيب اذا انا بحتاج البروتينات في صناعة البروتينات إلى الطاقة. طيب أنا بحتاج في صناعة الليبيد إلى طاقة. أنا بحتاج للميمبرين ترانسبورتر إلى طاقة. مثلا لما كنا نقول NAK pump مش كانت تحتاج إلى طاقة؟ NAK pump بدها طاقة. فإذا في الميمبرين ترانسبورتر، في صناعة البروتين، في صناعة الليبيد، في اللايبوجينيسيز، أيضا في الفوسفوليبيد تيرن أوفر أوف دي سيل. فوسفوليبيد تيرن أوفر، لما بدي اعمل انا تيرن اوفر للسيل ميمبرين كيف يعني؟ انا الفوسفوليبيد طبعا يا اخواننا عملية الخلية، هل السيل ميمبرين تبعها راح يضله
زي ما هو، لا راح يصير له تجدد. السيل ميمبرين تبع الخلية بيصير له تجدد، فتجدد السيل ميمبرين تبع الخلية يا اخواننا المحترمين بده طاقة. طيب الجسم، تخيلوا يا اخواننا الجسم في اليوم بيحرق تقريبا 75 كيلو جرام، تخيلوا 75 كيلو جرام الجسم بيحتاج of ATP energy per day. يعني يا اخوانا تخيلوا قديش بيحرق، من 50 الى 75 كيلو جرام يا اخوانا، يعني اشي كبير. كيلو جرام مش غرام، لا كيلو جرام. طيب ف not surprising therefore cell depriving of oxygen، لما الاكسجين يقل او الخلايا depriving تنحرم من الاكسجين، at are at a risk of suffering catastrophic failure of the many essential function. فبيقول لك لما الخلية تنحرم من الأكسجين راح انت يكون عندك فيلير في العديد من الوظائف المهمة، مثلا في صناعة البروتين، في صناعة الليبيد، في التين اوفر تبع السيل ميمبرين، في العديد من الوظائف المهمة، في الميمبرين ترانسبورتر، في العديد من الوظائف المهمة. فبيقول لي الأكسجين deprivation is the one of the most frequent causes of the cell energy. أشهر واحدة بتعمل cell energy الهايبوكسيا، الأكسجين deprivation and necrosis in clinical medicine. طبعا يا أخواننا إذا استمر، ها أول شيء الأكسجين deprivation بيعمل cell energy، وإذا استمر نقصان الأكسجين بيستمر cell injury، بتحول إلى irreversible، بتحول الى irreversible يعني بتحول الى cell death او necrosis، فالخلية بتموت في حال استمرار عدم وجود الاكسجين. لكن ايش بقول لي، cell subject to the stress of hypoxia don't immediately die. الان انا قلت لكم اذا الخلية انحرمت من الاكسجين في نهاية المطاف راح تموت، بس هل بتموت دغري؟ هل اذا انحرمت من الاكسجين بتموت دغري؟ لا، الخلية بتعمل كومبنساتوري ميكانيزم، يعني ميكانيزمات تعويضية، بتحاول يا اخواننا الخلية تحافظ على الحياة، بتحاول تتمسك بالدنيا، بتتمسك بالحياة. وبالتالي لما الخلية تنحرم من الاكسجين ما بتموت دغري، ما بتموت دغري، وانما بتعمل كومبنساتوري ميكانيزم. هذه الكومبنساتوري ميكانيزم الخلية عشان تحاول تحافظ على الحياة وما تموت، تمام؟ كي ايش بتسوي؟ بتعمل induced by transcription factor of hypoxia inducible factor. يعني ايش بتعمل؟ بتزود من الاتش من الهايبوكسيا inducible factor واحد، هايبوكسيا inducible factor واحد family، يعني بتزود من الترانسكريبشن فاكتور لهذا للهايبوكسيا inducible factor واحد، تمام؟ اعيد، الخلية يا اخواننا لما تنحرم من الاكسجين ما بتموت دغري، ها ايش بتسوي؟ بتحاول تعمل كومبنساتوري ميكانيزم. هذه الكومبنساتوري ميكانيزم ايش هي؟ انه تحاول تزود الترانسكريبشن فاكتور، اي تزود تصنيع هايبوكسيا انديوسابل فاكتور واحد. اذا الهايبوكسيا انديوسابل فاكتور واحد ستيمولييت سينثيسيز، متى بيصير له سينثيسيز؟ لما يكون of several protein that help cell to survive phase of low oxygen. ايش قصده في هذا الكلام؟ انا هاد بتصنع ليش؟ عشان يا اخواننا يخلي الخلية تقاوم نقصان الاكسجين، يخلي الخلية ايش؟ تقاوم نقصان الاكسجين، تمام؟ يعني ليش الهايبوكسيا انديوسابل فاكتور واحد متى بتصنع؟ لما الخلية بتكون عندها نقصان الأكسجين، فبيحاول يخلي الخلية عايشة، بيحاول، تمام؟ أو بيحاول يخلي الخلية تواجه نقصان الأكسجين. Some of these طبعا هدول يا إخوانا بروتينات، يا إخوانا الهايبوكسيا انديوسابل فاكتور عبارة عن بروتين، عبارة عن إيش؟ بروتينات، عائلة من البروتينات، عائلة من البروتينات. من هذه البروتينات حاجة بيسموها vascular endothelial growth factor. فالvascular endothelial growth factor هو أحد أشهر البروتينات تبع الهايبوكسيا inducible factor.
تمام. فالهايبوكسي انديوسابل فاكتور عائله من البروتينات، من هذه البروتينات فاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور. هذا ايش وظيفته؟ هذا وظيفته انه يصنع كمان بلاد فيزل. يعني والله لو كان هذا الاورجان صار عنده هايبوكسيا، صار عنده ايش هايبوكسيا، ايش بيتم تحفيز الاتش اي في الاتش اي اف هايبوكسيا انديوسابل فاكتور. الهايبوكسيا انديوسابل فاكتور من احد البروتينات تبعته الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور. ايش بيسوي؟ بدل ما يكون مثلا شريان واحد او مثلا ما يكون طريق واحد بغذي الاورجان، لا بخليه طريقين او بخليه ثلاث طرق، ها بخليه ايش طريقين، فبصنع فيزل جديده. هذه الفيزل الجديده بتمد الاورجان بالدم وبالتالي بتمد الاورجان بالاكسجين اكثر. اذا لما الاورجان ينحرم من الاكسجين تمام بيطلع فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور. الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور بصنع فيزل جديده. الفيزل الجديده اللي يصنعها ها على امل ها على امل انه تودي كميه اكسجين شبه كافيه. ويا اخواننا انا مين احسن، اخلي الاورجان او اخلي التيشوز تغذيها بلاد سبلاي واحد، ولا اخلي التيشوز تغذيها بلاد سبلاي كمان وبلاد سبلاي كمان؟ اه صح ولا لا؟ اصنع كمان فيزل عشان ايش؟ يجيلها بروتينات اكتر، اكسجين اكتر. الان يا اخواننا ركزوا، واحد عنده الاكسجين قليل، هل بيقدر يصنع الـ ATP بواسطة الميتوكوندريا؟ لا. ها من وين بيصنع الـ ATP؟ فقط من التحلل الجلايكوليتيك، من التحلل الجلايكول، يعني التحلل الجلايكولي بس. وبالتالي الهايبوكسيا اندوثيليال فاكتور، الهايبوكسيا اندوثيليال فاكتور من احد الوظائف تبعوته انه يقلل من الاكسيداتيف فوسفوريليشن ويزود من التحلل الجلايكولي، من الان اريوبيك جلايكولايسيس، من الان اريوبيك جلايكولايسيس. اذا هو بيقلل من الاكسيداتيف فوسفوريليشن تبع الميتوكوندريا عشان الجسم ما بيقدر يعمل اكسيداتيف فوسفوريليشن عشان نقصان الاكسجين، وبيزود من الان اريوبيك جلايكولايتيك. الجلايكولايتيك لا يحتاج الى اكسجين فسموه ان اريوبيك، ان اريوبيك اي لا يحتاج الى اكسجين. وبالتالي هايبوكسيا اندوثيليال فاكتور يتكون من عده بروتينات، احد البروتينات هذا البروتين وخلصنا منه، وفي برضه من البروتينات ايش بتسوي؟ بتعمل سبريشن لا الاكسيداتيف فوسفوريليشن، وبتعمل وبتزود من الان اريوبيك جلايكولايسيس، وبتزود من الابتيك تبع الجلوكوز. مهمه هذه النقطه، بتزود من الابتيك تبع الجلوكوز، بتزود من الابتيك تبع الجلوكوز. مو يا اخوانا لما يدخل جلوكوز كتير اذا تحلل الجلايكولي كتير، بدخل جلوكوز كتير اذا تحلل الجلايكولي كتير. اذا ان اريوبيك جلايكولايسيس كان جنريتد اي تي بي في حال ابسنس اوف اكسجين. اذا لما ما يكون عندي انا ايش اكسجين، لما ما يكون عندي ايش اكسجين. ايضا الهايبوكسيا اندوثيليال فاكتور غير انه بيحفز من الابتيك تبع الجلوكوز، بيحفز من الجلايكوجينيولايسيس. الجلايكوجينيولايسيس اي لو كان جلايكوجين في الخليه بيحفز من تكسير الجلايكوجين عشان اقدر احصل على طاقه، عشان اقدر احصل على طاقه. وبالتالي التيشوز اللي عندها جلايكوجين التيشوز اللي عندها جلايكوجين بتقدر تقاوم الهايبوكسيا اكثر من التيشوز اللي ما عندها جلايكوجين. طيب من هذه التيشوز اللي عندها جلايكوجين؟ زي الليفر والاسترياتد مصل، العضلات عندها جلايكوجين والليفر عندها جلايكوجين، فالليفر والاسترياتد مصل مقاومه للاسكيميا او مقاومه للهايبوكسيا اكثر من البرين. ليش البرين؟ لانه ليميتد بالجلوكوز ستور، ليميتد بالجلوكوز ستور. تمام يا اخواننا؟ يعني التيشوز اللي عندها جلايكوجين وبتقدر تستخدم الجلايكوجين تمام
راح تقاوم الاسكيميا او الهايبوكسيا اكثر من التشوز اللي ما عندها جلايكوجين. يعني العضلات مثلا، العضلات لو انا نقص الاكسجين اللي رايح للمصل، العضلات بتقول لك ولا شيء، بكسر الجلايكوجين اللي عندي وبحصل منه على جلوكوز، ثم بحصل منه على طاقه. تمام، بحصل منه على ايش؟ على طاقه. اما البرين بقول لي نقص الاكسجين، يعني مش راح ما عندي جلايكوجين، راح ايش؟ راح تموت خلايا البرين دغري. فهمنا كيف؟ طيب يا اخواننا بالله عليكم ركزوا بهذه المعلومه مهمه جدا، وانا متاكد حتيجي في الامتحان. الوار بارج افكت ايش بقول لي؟ بقول لي انا عندي اكسجين، انا ايش عندي؟ اكسجين، لكن لسبب ما، لسبب مجهول لما انا اخذ جلوكوز، لما انا اعمل ابتيك للجلوكوز، الخلايا ما بتقدر تعمل الاوكسيداتيف فوسفوريليشن، فقط بتقدر تحصل على طاقه على الاي تي بي من الجلايكولايسيس، من الجلايكولايسيس. طب ليش انا عندي اكسجين يا اخواننا؟ ليش ما، مش احنا قلنا انا دخل الجلوكوز بده يتكسر في الجلايكولايسيس، بيعطيني مثلا 2 اي تي بي صح، و2 ناد اتش صح تمام. هلقيت بعد الجلايكولايسيس بده يدخل في الميتوكوندريا وبرضه بده يعطيني 2 ناد، بعد كده بده يروح على كريب سايكل وبده يعطيني 6 ناد 2 فاد تمام و2 اي تي بي، بعد كده الناد والفاد راح يروح على سلسلة نقل الإلكترون، إلكترون ترانسبورت تشين، راح يتحول كل واحد ناد إلى 3 اي تي بي، وكل واحد فاد إلى 2 اي تي بي، فمحصلة الاي تي بي كلها الناتجة 38 اي تي بي. هذا في حال وجود الأكسجين، في حال وجود الأكسجين راح تصير الأكسيداتيف فوسفوريليشن اللي راح تصير في الميتوكوندريا، لكن لسبب معين الأكسجين موجود، لكن التيشوز ما بتستخدم الاكسجين. اذا الاكسجين موجود وكل شيء تمام، لكن لسبب معين انا ما بقدر اعمل الاكسيداتيف فوسفوريليشن. ها، من وين انت بتحصل على طاقه يا خليه؟ انا بحصل على طاقه فقط من التحلل الجلايكولي، فقط من التحلل الجلايكولي. طب انا عندي جلوكوز، انا عندي ايش؟ جلوكوز. هذا الجلوكوز لما انت كسرته اتحول الى 2 بايروفيت صح، 2 بايروفيت، واعطاني 2 اي تي بي، واعطاني 2 اي تي بي، فاعطاني بايروفيت. طيب البايروفيت ممكن يدخل على الميتوكوندريا او على كريب سايكل ويعطيني مثلا بيتا هيدروكسي بيوتريت، مثلا يعطيني الماليت، مثلا يعطيني السيتريت، يعطيني مركبات كثيره تمام. وبالتالي ايش بيقول لي هنا؟ بيقول لي انا بكسر الجلوكوز في حال وجود الاكسجين، لكن لا احصل على الطاقه الا من التحلل الجلايكولي من الاثنين اي تي بي. طب وباقي تكسير الجلوكوز بحصل على مركبات، انا قلت لكم حصلت على مركبات زي السيتريت، زي الماليت، بيتا هيدروكسي بيوتريت، ساكسينيل كو اي، زي البايروفيت تمام، بحصل زي الناد اتشز، زي الفاد اتشز، بحصل على هدول المركبات يا اخوانا، هدول المركبات. مش احنا كنا ناخد في بايو 2 اقدر اصنع من هدول المركبات بروتين، اقدر اصنع من هدول المركبات ليبيد، اقدر اصنع من هدول المركبات نيوكليك اسيد. طب كيف مش احنا كنا ناخد البايروفيت بيقدر يتحول الى الانين، والانالين عباره عن امينو اسيد بقدر اصنع منه بروتين؟ مش كنا ناخد البيتا جلوتاريت بيعطيني، اعتقد بيعطيني برضو امينو اسيد. المقصد انه مثلا الستريت، مش بقدر من الستريت اصنع ليبيد، مش بقدر من الستريت اصنع ليبيد. فالمقصد ايش بيقول لي؟ بيقول لي انا الخليه موجود اكسجين والامور تمام التمام، لكن لسبب غير متوقع، لسبب غير معروف، لسبب غير unexpected، غير متوقع،
انا ما قدرت اكسر الجلوكوز بشكل كامل واحصل على 38 اي تي بي، ما قدرت اعمل هذه الحركه. ها ايش سويت؟ انا كسرت الجلوكوز وحصلت على 2 اي تي بي، وحصلت على مركبات بسموها انترميديت. لمين؟ انترميديت كومبوننت، بقدر مين اصنع منها بروتين، بقدر اصنع منها الليبيد، بقدر اصنع منها نيوكليك اسيد، اي بقدر اصنع منها خلايا، وهذه الكانسر سيل بتستخدمها. فراح تلاقي خلايا الكانسر سيل نشيطه، بصنع بروتين، بصنع نيوكليك اسيد، بصنع ليبيد، بروتين نيوكليك اسيد ليبيد. فهذه تمهيد للكانسر سيل. اذا هذه الظاهره ايش بسموها؟ وور بيرغ إفكت. إذن بيقول لي unexpected rapid proliferation normal cell. شايف proliferation للnormal cell، تصنيع بروتين، تصنيع ليبيد، تصنيع نيوكليك أسيد، rapid proliferation، وبالتالي بتكون cancer cell. أو ها ممكن أنا يتكون عندي، آسف، ممكن يتكون عندي ممكن هذا يحدث في rapid proliferation of normal cell، rapid proliferation of normal cell، وممكن يحدث في الكانسر سيل. ايش قصده في هذا الكلام؟ قصده والله يا اخواننا لو الجسم احتاج يعمل rapid proliferation، يعني الجسم فقط خلايا كثيره، فقط خلايا كثيره، فاحتاج ينتج خلايا كثيره في زمن قليل، او مثلا في مرحله الامبريوجينيسيس، او مثلا في مرحله انه قاعد بكبر الجنين، قاعد بكبر الجنين، يعني الخلايا بتنقسم بشكل كبير، بتنقسم بشكل كبير، بسموه rapid proliferation normal cell. هي normal cell وبتنقسم بشكل كبير، وبتنقسم بشكل ايش؟ كبير، تمام، لكن بتنقسم عشان تعطيني normal cell. فالجسم بيحتاج انه هذه الخلايا تنقسم كتير بوقت قليل، تمام. ايش بده يسوي؟ بده يعمل Warburg effect، او يا اخوانا في خلايا الكانسر، ما احنا قلنا خلايا الكانسر very very active، خلايا الكانسر ايضا بتعمل هذه Warburg effect. طيب هذه ايش بيصير؟ انه انا عندي aerobic. ايش يعني aerobic؟ يعني الاكسجين موجود. يا اخوانا كلمة an aerobic يعني فيش اكسجين، اما aerobic يعني الاكسجين موجود. glycolysis اي تحلل الجلايكولي، اي انه صار عندي تحلل الجلايكولي لكن الاكسجين موجود، لكن ايش؟ الاكسجين موجود لكن ما قدرت استفيد من الاكسجين، لم استفيد من الاكسجين، تمام. To produce energy يعني انا استخدمت التحلل الجلايكولي عشان احصل على طاقه. اذا ما هو Warburg effect؟ Warburg effect هو استخدم التحلل الجلايكولي حتى احصل على طاقه في حاله وجود الاكسجين، في حاله وجود الاكسجين. اما لما انا احصل على طاقه من التحلل الجلايكولي في حال عدم وجود الاكسجين، هذا شيء نورمال، هذا شيء طبيعي، هذا شيء اكسبكتد. اما انت عندك اكسجين، عندك اريوبيك، وتستخدم التحلل الجلايكولي عشان تحصل على طاقه، هذا شيء unexpected Warburg effect. وبالتالي this reason for this is also glycolysis yield less ATP per molecule of glucose burned than oxidative phosphorylation. شيء طبيعي، بقول لي هذا السبب انه بخلي الجلايكولايسيس تعطيني ATP قليله، ها less ATP per molecule of glycolysis، يعني لكل glycolysis burned، لكل glycolysis انحرق آسف، لكل جلوكوز، لكل جلوكوز انحرق، لكل جلوكوز انحرق في الglycolysis راح يعطيني ATP قليل، أقل من الoxidative phosphorylation. في الoxidative phosphorylation 38 ATP، أما في الglycolysis just 2 ATP، تمام. لكن لاحظ، لكن راح يعطيني intermediate metabolic component، راح يعطيني intermediate component generated by glycolysis and triacyl acid، tricarboxylic acid، tricarboxylic acid tricarboxylic ايش acid. الان ايش قصده في هذا الكلام؟ قصده يا اخواننا المحترمين، انا دخلت التحلل الجلايكولي واعطاني 2 ATP، 2 ATP
واعطاني 2 ناد، واعطاني ايش 2 ناد اتشز. ثم دخلت الميتوكوندريا وارتبطت بمرافق الانزيم يعني اسيتيل كو اي، اسيتيل كو اي، واعطاني ايضا 2 ناد اتش، 2 ناد اتش. ثم دخلت كريبس سايكل او تراي كاربوكسيليك اسيد، سواء قلت لي كريبس سايكل او تراي كاربوكسيليك اسيد. لما دخلت تراي كاربوكسيليك اسيد ايش اعطاني؟ 6 ناد، 6 ناد اتشز، 2 فاد اتشز، وممكن يعطيني ماليت، ماليت ممكن يعطيني سيتريت، سيتريت ممكن يعطيني اوكزالو اسيتيت، اوكزالو اسيتيت ممكن يعطيني فيوماريت، ممكن يعطيني بيتا هيدروكسي بيوتاريت. تمام تمام. طيب الاصل الناد اللي انا صنعتها الناد اتشز والفاد اتش 2 اللي انا صنعته، الاصل يروح على الميتوكوندريا وبالاوكسيداتيف فوسفوريليشن كل واحد ناد يعطيني، كل واحد ناد اتش يعطيني 3 اي تي بي، وكل واحد فاد يعطيني 2 اي تي بي، ولا لا؟ هذا الاصل. لكن بقول لي انا هنا بصيرش الناد هذه، الناد اتش والفاد اتش 2 ما بتروح على الميتوكوندريا، ما بتروح على الاوكسيداتيف فوسفوريليشن في الالكترون ترانسبورت تشين، ما بتروح على الالكترون ترانسبورت تشين، على سلسله نقل الالكترون ما بتروح، وبالتالي الطاقة الناتجة أقل. هي لو كانت، لو راحت راح تعطيني 38 اي تي بي، لو ما راحت راح تعطيني 12 مثلا فاد، 12 ناد اتش، 2 فاد، وهكذا. لكن المقصد انه في الوربرغ افكت، في الوربرغ افكت راح تعطيني زي ما قلنا مركبات، ماليت، ستريت، فيوماريت، ايزو ستريت، مركبات ناد اتش، فاد اتش 2. تمام، هذه المركبات بسموها انترميديت، مركبات انترميديت ميتابوليك تبعت الجلايكولايسيس او تبعت لتراي كاربوكسيليك اسيد، وهذه بريكيرسور لسينثيسيس اوف سيلولار كونستيتيوينت، يعني لمكونات الخليه، يعني هذه بريكيرسور لصناعه مكونات الخليه زي البروتين والليبيد والنيوكليك اسيد. فبستخدم هذه المركبات اللي نتجت من كريبس سايكل او اللي نتجت من البايروفيت، اللي نتجت من الجلايكولايسيس، هذه المركبات بستخدمها في صناعه البروتين، في صناعه الليبيد، في صناعه النيوكليك اسيد. تمام، وبالتالي are needed for cell growth and cell division، cell division. طيب انا يا اخواننا لما الجلوكوز ينحرق بشكل كامل، ها الجلوكوز ينحرق بشكل كامل راح يعطيني 38 اي تي بي، راح يعطيني 6 سي او 2، راح يعطيني 12 ميه، 12 اتش 2 او. هذا لما ينحرق الجلوكوز بشكل كامل. لكن لما ما ينحرق الجلوكوز بشكل كامل راح يعطيني ناد، راح يعطي الناد اتش طبعا، راح يعطيني فاد اتش 2، راح يعطيني بايروفيت، راح يعطيني ستريت، راح يعطيني ايزو ستريت، راح يعطيني اوكزالو اسيتيت. هذا لما ما ينحرق بشكل كامل، وهدول بيكونوا بيلدينج بلوك للليبيد او البروتين. لكن اذا انحرق بشكل كامل قلنا راح يعطيني 38 اي تي بي، راح يعطيني سي او 2 و اتش 2 او، H2O 12 و CO2 6. هل ال H2O بستخدمه في صناعة البروتين؟ هل ال CO2 بستخدمه في صناعة البروتين؟ ولا بتخلص منه بواسطة اللنج؟ لا، بتخلص منه بواسطة اللنج. فلو انحرق الجلوكوز بشكل كامل ما بيعطيني مركبات أقدر أستخدمها كبيلدينج بلوك للليبيد أو البروتين، ما بيعطيني مركبات أقدر أستخدمها كبيلدينج بلوك. هذا متى؟ لما ينحرق الجلوكوز بشكل كامل. في إخوانا إيش بيقول لي؟ بيقول لي لما الخلية بدها ربد growing cell، لما بدها الخلية تنمو بشكل كبير، كيف بدها الخلية تنمو كتير؟ مثلا لما أنا أحتاج الخلية تنمو كتير، أو لما تكون benign الخلية benign، أو لما تكون الخلية malignant، هدول الخلايا بنمو بشكل كبير، وبالتالي رح يزودوا من الابتيك للجلوكوز والابتيك للجلوتامين،
والابتيك للجلوتامين والجلوكوز، راح يزيد الابتيك تبعهم. وبعد كده راح اكسر الجلوكوز والجلوتامين، لكن مش عشان احصل على اي تي بي، مش عشان احصل على اي تي بي، مش عشان احصل على اي تي بي، انا بدي اكسر الجلوكوز، بدي اكسر الجلوكوز واقلل من الاي تي بي، واقلل من الاي تي بي. فالهدف من تكسير الجلوكوز ليس الاي تي بي، وانما صناعه الانترميديت موليكيول. صناعه ايش؟ الانترميديت موليكيول تبعت الانترميديت تبعت الجلايكولايسيس او الانترميديت تبعت التراي كاربوكسيليك اسيد. فانت حينئذ بتزود من الجلايكولايسيس، بتزود من الجلايكولايسيس. طبعا الجلايكولايسيس بيعطيني بايروفيت كتير، بيعطيني بايروفيت كتير. طب ما احنا عارفين ان البايروفيت بتحول للاكتيت، فبيزيد اللاكتيك اسيد، فبيزيد ايش؟ اللاكتيك اسيد. فالبي اتش بتقل، فالبي اتش بتنخفض. اذا انا بزود الابتيك للجلوكوز، يعني خلايا الكانسر سواء بناين سواء مالجننت بدها انه الخلايا هذه تنقسم بشكل كبير. اذا بتاخذ جلوكوز بشكل كبير والجلوتامين بشكل كبير، اذا بتنحرق الجلوكوز، لكن ليس لاحصل على طاقه، وانما لاحصل على انترميديت ميتابوليك كومبوننت، عشان احصل انترميديت كومبوننت. هذه الانترميديت كومبوننت لصناعه البروتين، لصناعه الليبيد، لصناعه النيوكليك اسيد. من هذه الانترميديت كومبوننت اللي بحصل عليها في الجلايكولايسيس، فبزود الجلايكولايسيس، اي بزود من صناعه البايروفيت، بزود من صناعه البايروفيت. لكن للاسف كان البايروفيت يزود من صناعه اللاكتيك اسيد، اي يزود من الاسيدوسيس. وبالتالي لكن هل انا كان نقصان صناعه الاي تي بي سببه نقصان الأكسجين؟ لا، أنا عندي أكسجين بشكل كافي. هل سبب زيادة الجلايكولايسيز كان سبب نقصان الأكسجين؟ لا. إذا هنا أنا عندي أديكوينت أكسجين، هنا أنا عندي أديكوينت أكسجين، هذا اللي بسموه الوارباغ إفكت أو أريوبيك جلايكولايسيز، جلايكولايسيز لكن في حالة وجود الأكسجين. فيا إخواننا أنا في عندي حاجتين، أنا ممكن الجلوكوز احرقه عشان احصل منه على ايش؟ على اي تي بي، عشان احصل منه على الاي تي بي. طب ليش انا بدي الاي تي بي؟ بدي الاي تي بي عشان احافظ على الخليه، انا عندي الخليه موجوده وكل شيء تمام، عشان احافظ على وظيفه الخليه، عشان احافظ على مكونات الخليه، عشان احافظ على شكل الخليه، عشان احافظ على الخليه، عشان احافظ على الخليه، عشان احافظ على الخليه، احتاج الاي تي بي، احتاج الاي تي بي. فلو انا استخدمت الجلوكوز بالاكسيداتيف فوسفوريليشن، طبعا لما يقول لي الاكسيداتيف فوسفوريليشن يعني الجلوكوز راح ينحرق بشكل كامل ويحصل على 38 اي تي بي. فلو انا حرقت الجلوكوز عشان احصل على اي تي بي، يعني عشان اعمل سيليولار مينتيننس، عشان احافظ اعمل مينتيننس للسيليولار، احافظ على ايش؟ الخليه. لكن لو انا حرقت الجلوكوز ليس للحصول على اي تي بي، ليس للحصول على اي تي بي، وانما للحصول على الانترميديت كومبوننت، للحصول على المركبات اللي هي البريكيرسور لصناعة الليبيد، البريكيرسور لصناعة البروتين. يعني بين قوسين انا حرقت الجلوكوز عشان الجروث، عشان النمو، عشان النمو يكون بشكل سريع جدا جدا، زي في الكانسر، زي في المالجنان، زي في المالجنان، زي في البناين، زي في الرابيد بروليفريشن نورمال سيل جروث. إذا لو أنا حرقت الجلوكوز ليس للحصول على طاقة، وإنما للحصول على البريكيرسور موليكيول، للحصول على 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 كومبوننت، هذه الكومبوننت بريكيرسور لصناعة سيلولار جروث، هذا بسميه الوارباغ إفكت. الوارباغ إفكت يعني بحرق الجلوكوز ليس للحصول على طاقة، وإنما للحصول على الانترميديت كومبوننت. طيب لكن إيش بيقول لي؟ بيقول لي في الجروث فاكتور، النيوتريان سبلاي، الاكسجين، هدول كلهن، يعني لو انا عندي اكسجين، لو انا عندي جلوكوز، يعني نيوتريان سبلاي،
لو انا عندي جروث فاكتور وايضا سيلولار سيجنالينج باث واي وايضا السنسور ذات ريسبونس تو ديز اوكسوجينيوس فاكتور جفر للميتابوليك. يعني بيقول لي هذول الاشياء هي اللي بتتحكم في انه انا اروح على سيلولار مينتيننس او على سيلولار جروث. تمام، يعني يا اخوان الجروث فاكتور، الاكل، الاكسجين، السيجنالينج باث واي، الباث واي، هذول كلهن بيتحكموا لي في الميتابوليك ديسيجن، في القرار تبعي اروح احرق الجلوكوز عشان احافظ على الخليه، يعني عشان احصل على اي تي بي، وهذه الاي تي بي تحافظ لي على شكل الخليه، تحافظ لي على شغل الميتوكوندريا، تحافظ لي على شغل النيوكلياس، على شغل الميمبرين، على الشغل، او احرق الاي تي بي عشان اعمل جروث. فهدول هي يعني هدول هن اللي بيساعدوني في القرار. تمام، هنا بيقول لي لو انا كان عندي الهايبوكسيا سيفير او لو كان بيرزيستنت هايبوكسيا، يعني الهايبوكسيا طولت او انه الاسكيميا طولت او انه الاسكيميا سيفير، مش راح اقدر اصنع اي تي بي، فراح الاي تي بي تكون قليله في الخليه، راح الاي تي بي تكون قليله في الخليه، وبالتالي انه الاي تي بي تكون قليله جدا في الخليه، هذا ديليتيريوس افكت اوف ذا ماني سيلولار سيستم، يعني شيء ضار، له تاثير ضار للعديد من السيلولار سيستم. ليش انا يا اخواننا لما يكون الاي تي بي قليل، فالان اي كي بامب مش راح تشتغل، ما هو الان اي كي بامب بدها اي تي بي، فلما يكون الاي تي بي قليل الان اي كي بامب اكتيفيتي مش راح تشتغل لانها تعتمد على الاي تي بي، فمش راح اقدر اطلع صوديوم، وبالتالي الصوديوم راح يضل داخل الخليه. انه الصوديوم يضل داخل الخليه بزيد الاوزموتيك بريشر للخليه، ما هو وين مكان الصوديوم، وين ما الاوزموتيك بريشر زاد، او بين قوسين وين مكان الصوديوم وين ما راح يشفط ميه. لو كان الصوديوم داخل الخليه اذا راح يشفط ميه من برا الخليه الى داخل الخليه، وبالتالي راح يصير للسيل سولينج وللاي ار دايليشن، ومش راح اقدر ادخل بوتاسيوم. ما هو ايش كانت الان اي كي بام، تطلع صوديوم وتدخل بوتاسيوم، فانا مش راح في هذه الحاله ادخل بوتاسيوم، وبالتالي البوتاسيوم داخل الخليه راح يقل. تمام، طيب الان يا اخواننا لما الاي تي بي تقل بشكل كتير كتير، لما الاكسجين يقل، اذا انا راح اعتمد على صناعة الـ ATP من وين؟ من التحلل الجلايكولي، من الآن أريوبيك جلايكولايسيس، أي إنه التحلل الجلايكولي صار بدون وجود الأكسجين، آن أريوبيك، أنا ما عندي أكسجين، أوكي؟ أوكي. فراح يزيد التحلل الجلايكولي، وبالتالي راح يزيد تكون البايروفيت، والبايروفيت بتحول بالنهاية إلى لاكتيك أسيد، فاللاكتيك أسيد راح يزيد، فالبي اتش راح يقل. لما البي اتش راح تقل، ما هو كل ما قل البي اتش كل ما الاسيديتي زادت، فلما الاسيديتي تزيد بتخرب الانزيمات، ما هو الانزيمات بيخرب لما تكون الاسيديتي عالية. متى بتكون الاسيديتي عالية؟ لما يكون البي اتش قليل. طيب ايضا يا اخواننا الجلايكوجين ستور داخل الخلية بيقل، ليش؟ عشان انا بصير اكسر الجلايكوجين عشان احصل على جلايكولايسيز 2 اي تي بي، فالجلايكوجين ايضا بيقل، ايضا بيقول لي هان لما الاي تي بي تقل مش راح اقدر اصنع بروتين، والبروتين راح يكون له ميس فولدينج. ايضا لما الاي تي بي تقل، او لما بالاحرى لما عندي الاو 2 تقل، لما اسكيميا اي او هايبوكسيا، لما يكون انا عندي هايبوكسيا الاو 2 قل او البلاد سبلاي قل في الاسكيميا، راح يزيد الار او اس. زياده الار او اس راح يعمل ايرفيرسبل دامج للميتوكوندريا واللايزوسوم، يعني سيل نيكروسيس سيل ديث، يعني السيل راح تموت. تمام، في حاجه بيسموها يا اخواننا اسكيميا ريبرفيوجن انجري. يا اخواننا ركزوا في هذه بشكل كبير، ليش ممكن تلخبطكم؟
خلينا نفهم الميكانيزم. ايش بيقول لي؟ بيقول لي اسكيميا ريبير فيوجن انرجي، ريبير فيوجن انرجي. ايش قصده في هذا الكلام؟ الان يا اخواننا لما ريستوريشن اوف بلاد فلو تو ذا اسكيميا تيشو، انا اشرح لكم اياها بالعربي بعديها بنشوف الانجليزي. لما انا التيشوز يكون عندها اسكيميا، يكون عندها ايش؟ اسكيميا. بعد ما صار اسكيميا اجاها بلاد سبلاي، اجاها اكسجين. بيقول لي ها ايش بيقول لي؟ بيقول لي بدل ها بدل ما الخلايا تنتعش بتموت، بدل ما الخلايا تتحسن بتموت، مع انه الخلايا اللي بتموت ما كانت عندها اسكيميا، او انه الخلايا اللي بتموت ما كان عندها الريفيرسبل انرجي. تيجي بتقول طب مش هو كان سبب ضعف الخلايا الاسكيميا، وانا عملت يعني حسنت البلاد سبلاي وحسنت الاكسجين اللي رايح للخلايا، ليش الخلايا ماتت؟ بقول لي ركز بس، خلينا ايش نقرا هذا. لما انت بدك تعمل ريستوريشن للبلاد فلو تو ذا اسكيميا تيشو، ها يعني انت تعمل استعاده للبلاد فلو تو ذا اسكيميا تيشو، يعني تعمل استعاده للبلاد فلو في الاسكيميا تيشو، كان بروموت ريكفري، ها بروموت ريكفري اف ريفيرسبل انرجي. لحتى الان تمام اذا كان الانجري ريفيرسبل، لكن بيقول لي في بعض الحالات in certain situation، في بعض الحالات، في بعض الحالات، في بعض الحالات. لاحظ ايش انا قلت؟ في بعض الحالات. طب متى؟ مش معروف، حتى الدكتور ما بيعرف متى بيصير الريبير فيوجن انجري، ما بيعرف. ايش بيصير عندي؟ ريبير فيوجن بارادوكسيكالي اكزاسيربيتس انجري، اكزاسيربيت انرجي. ايش قصده؟ قصده ريبير فيوجن انرجي يعني راح الانجري ينتشر، يصير له بير فيوجن، اكزاسيربيت يعني راح يتفاقم الانرجي. يعني ايش بقول لي؟ بقول لي الاصل انت التيشوز ريفيرسبل، فانت لما رجعت البلاد سبلاي الاصل التيشوز ترجع للنورمال، ترجع للريكفري. لكن في بعض الحالات وفي الحالات النادره لما انت ترجع الجلوكوز، او انت اسف ترجع الاكسجين، لما انت ترجع الاكسجين ايش بيصير؟ الانجري بيتفاقم، الانجري بيصيره اكساسربيت، بيتفاقم، بيصير ريبير فيوجن للانرجي، الانجري بينتشر. الله اكبر. طب يا رب انا رجعت الجلوكوز، انا رجعت الاكسجين، انا رجعت البلاد سبلاي، انا حسنت الاسكيميا، كيف الانجري اتفاقم؟ حنيجي لقدام هلقيت ان شاء الله. ايش بقول لي بس؟ ايش بقول لي؟ ايش يعني؟ ايش يعني ريبير فيوجن انجري؟ يعني ايش يعني الانرجي اتفاقم؟ بيقول لي death of the cell that are not otherwise irreversible energy. ايش بيقول لي؟ بيقول لي death of the cell، موت الخلية، موت الخلايا. يعني ايش يعني ريبير فيوجن انجري؟ يعني الانرجي ينتشر بعد ما انت ترجع الاكسجين. بيقول لي بعد ما ترجع الاكسجين الخلايا بتموت، في بعض الحالات بعد ما ترجع الاكسجين الخلايا بتموت. الله اكبر. بتموت الخلايا، ايش بتموت؟ حتى الخلايا اللي بتموت من الاصل ما كانت الريفيرسبل انجري، تخيلوا بتصير الريفيرسبل انجري وبتموت. ها الخلايا اللي بتموت ما كانت irreversible injury بتصير irreversible injury. فmore dead cell in the addition of the already irreversible energy، يعني ال irreversible energy حتموت. يعني الخلايا من الأصل لما تكون irreversible energy حتموت، لكن في الريبر فيوجن energy راح more dead cell راح تموت. ها خلايا راح تموت من الاصل ما كانت irreversible energy. يعني انا قلت يعني already irreversible energy راح تموت، لكن لما انا رجعت الاكسجين راح تموت خلايا ما كانت من الاصل irreversible، راح تموت. فهمنا ايش قصده في هذا الكلام؟ قصده انه بقول لي الاصل انا رجعت الاكسجين الخلايا تتحسن، لكن هنا ايش بقول لي؟ بقول لي انت رجعت الاكسجين فالاصل الخلايا irreversible انجري تتحسن. بيقول لي هنا الخلايا اللي كانت ريفيرسابل في بعض الحالات بتموت، متى؟ لما انت ترجع الاكسجين بتموت.
هذا بسموها الريبرفيوجن انجري، بصير اكزاسربيت، بصير ايش؟ اكزاسربيت. طب ليش؟ بيقول لي انت لما انت ترجع الاكسجين، لما انت ترجع الاكسجين فانت بتحفز الاكسيداتيف فوسفوريليشن، مش انت بترجع الاكسجين، فانت بتحفز التحلل تكسير الجلوكوز بواسطه الميتوكوندريا بواسطه الاكسيداتيف فوسفوريليشن، فانت بتحفز من تكون رياكتيف اوكسجين سبيشيز، بتحفز من تكون الفري راديكال. فاذا انت رجعت الاكسجين فانت حفزت من الاكسيداتيف فوسفوريليشن، فانت حفزت من الفري راديكال او من الرياكتيف اوكسجين سبيشيز. طيب وايضا لما انت ترجع الاكسجين انت راح تحفز الرياكتيف اوكسجين سبيشيز والنيتريك سبيشيز او النيتريك اوكسايد فروم البارينكيمال سيل. طبعا يا اخوانا انتوا عارفين البارينكيمال سيل هي الكونكتيف تيشوز، ما انتوا عارفين، والاندوثيليال سيل اند اللوكوسايت. مش احنا قلنا اللوكوسايت بتقدر تصنع رياكتيف اوكسجين سبيشيز؟ اه. فانت لما تحفز من لما انت ترجع الاكسجين، ها انت رجعت الاكسجين، اذا انت حفزت من تكون الرياكتيف اوكسجين سبيشيز. ما هو من الاصل، من الاصل الرياكتيف اوكسجين سبيشيز كان يتكون من الاصل، يعني في الوضع الطبيعي، في الوضع الطبيعي، في الوضع الطبيعي انا بكون رياكتيف اوكسجين سبيشيز لما اعمل تحلل جلايكول، لما اعمل يعني اوكسيداتيف فوسفوريليشن بعمليه بسميها ريدكشن اوكسيديشن رياكشن او الريدوكس. لكن هذه الرياكتيف اوكسجين سبيشيز او الفري راديكال هذه يا اخوانا كنت اتخلص منها بالديفنس ميكانيزم او بالسكافنج سيستم، بالسكافنجي سيستم من الاصل، فكنت انا اصنعها. فانت لما حسنت الاكسجين الاصل ترجع تصنع تاني من اول وجديد لفري راديكال بالطرق النورمال، فانت صنعت تاني من اول وجديد لفري راديكال بالطرق النورمال، لكن الديفنس ميكانيزم كان عندك خربان. ليش خرب الديفنس ميكانيزم؟ ما عشان من الاول كان عندك اسكيميا، فالاسكيميا خربت الديفنس ميكانيزم. لما انت رجعت الاكسجين ما قدرت ترجع الديفنس ميكانيزم، فانت قدرت ترجع صناعة الفري راديكال لكن ما قدرت ترجع الديفنس ميكانيزم. ما هي وظيفة الديفنس ميكانيزم؟ اللي كان يتخلص من الفري راديكال. فانت كنت تصنع نورمال فري راديكال والديفنس ميكانيزم يتخلص من الفري راديكال او يعمل ان اكتيف للفري راديكال. فلما صار انا عندي اسكيميا الديفنس ميكانيزم خربت، الديفنس ميكانيزم خربت. فانا لما رجعت الاكسجين الديفنس ميكانيزم ضلتها خربانه، لكن انا رجعت الاكسجين ورجعت من صناعه الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، فصرت اصنع رياكتيف اوكسجين سبيشيز لكن ما بقدر اتخلص منها بالفري راديكال، ما بقدر اتخلص منها بالفري راديكال، فبزيد الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، فبزيد تدمر الخليه، فبزيد النكروسيز، فبزيد ايش؟ النكروسيز. ايضا لما يزيد النكروسيز بيزيد الانفلاميشن، لما يزيد الانفلاميشن بيزود من السيتوكاين، لما يزود من السيتوكاين بيزود من الريكروتمنت لللوكوسايت، يعني بيزود من ايش؟ من اللوكوسايت، بيزود من اللوكوسايت لمكان الانجري، فبيزيد من الانرجي، بيزيد من الانرجي، فالانرجي بتفاقم، فالانرجي بتفاقم. فهمنا يا اخوانا كيف الاسكيميا ريبرفيوجن انجري؟ طيب